wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, hey, wanna keep you drunk, wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you, wanna keep you deep, to keep you deep, to bodies, baby, making bodies we just use for fun, baby, making bodies we just use for fun, baby, making bodies we just, baby, making bodies we just, baby, making bodies we just, let's go. السلام عليكم شباب، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في هذا النهار ديال اليوم. كما ان شاء الله غادي نجمع معكم قليه او فوشار من تحت واحد المتتبعه ديالي، طلب ديال واحد المتتبعه ديالي، فاكيد الفوشار كما كتعرفوا كيموت على الدراري الصغار، ولا بغيتي ترسيهم دير لهم فوشار وخليهم. كما كتشوفوا هذا هو الفوشار اللي وجدت انايا، بالاحمر وشوكولا، يعني بملون احمر. كيما كتعرفوا ان ضروري كيكون ملون اصفر واحمر والالوان، فانا كاين توجد عندي اللون الاحمر ديال الفوشار، فهاو درت به هاد الكليه هادي. وهنايا درت ديال الشوكولا وعاديه نورمال، وهنايا كاين كراميل اللي طلبتني عليه المتبعه ديالي، هو ان هاد الكراميل فانا وجدت ليها ديال الكراميل كيجي بحال هاد الطريقه هادي، كيجي مقرمل صراحه، كيجي زوين مقرمل، هانتوما كما كتشوفوا كيجي بحال ديال الزنقه، كيجي بهذه الطريقه هذه. كنتمنى انه نال الاعجاب ديالكم، وما نطولش عليكم بزاف، نمشيو مع المقادير وطريقه التحضير. ودابا غنطبق المقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا جبت 5 درام ديال الذره او المايس، عندي هنايا 5 درام ديال الذره، عندي 2 درام ديال الشوكولا عاديه حلوه شينواغ، عندي هنايا شويه ديال الزبده اللي غادي نحضر به الكراميل، وعندي هنايا حبات ديال الكراميل الحلوه ديال الكراميل اللي كنشريوها بجوج دريال. كما كتشوفوا ها هي الحلوه كنستعمل، هي هادي الحلوه اللي كنستعمل، ها هي هادي. عندي هنايا كاس ديال الزيت صغير، وكاس ديال السنيده صغير، وعندي الملحه، وعندي ملون احمر حتى هو غادي نديرو في الفوشار ديالي او القليه. فغادي نجيب واحد الكسرونه. دابا ناخذ شويه ديال الزيت صافي بحال هكذا مقياس، وغادي نديرو يسخن بلا ملحه، حيت هادي غادي ندير الاولى اللي غنديرها بالكراميل غتكون حلوه، ما غنديرش فيها الملحه، ندير الزيت ديالي يسخن ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نشحل من مقياس ديال الذره اللي غادي ندير. ودابا هانتوما شفتو درت الزيت، هذاك الزيت ديالي درتو كيسخن، باش تعرفو كيسخن كتحركوه ما كيبقاش جاري، كيولي بحال الماء، ما كيبقاش خاسر، كيولي بحال الماء، سمحوا لي كيولي بحال الماء، عاد كتعرفو راه سخن. دابا غناخد واحد 4 المعالق ولا 3، القياس اللي بغيت ندير انايا، غندير بحال هكذا حيت الكاسرونه عندي صغيره، وغادي نبدا نحرك، غيبان لكم واحد الفقيعات عاد غطيو بحال هكذا، نتسناو حتى يبانو لنا نجهدو شويه العافيه، غيبانو لكم الفقيعات بحال هكا تقلى، عاد نكلنا نغطيو. نتمنى انه يبانو لكم، تكون الصورة واضحة. شفتو كيفاش ولا هذاك المايس كي بدا كيغلي؟ نخليه واحد شوية، اللي غتكون حلوة ما نديروش فيها نهائيا الملحة، غنخليها ترتق وكتوجد، وغادي نمشيو باش نوجدو الكراميل ديالنا. نخليوها بحال هكدا كيما شفتو، هاهي بدات كدير ديك الفقيعات، أنا نغطيها، نغطيوها بأي غطاء كما كان. ها هي دابا غادي نغطيو عليها ونقصو العافيه ونخليوها ترطب. كما كتسمعوا راه صوت الفوشار او القليه كيتسمع. دابا غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت هنايا شويه، وغادي نبات عليه السنيده ماشي كلها، ومن بعد غادي ندير واحد شويه ديال الزبده هكذا القياس، وغادي نمشي حتى يندمج ليا هاد الخليط مزيان، عاد غادي ندفع عليه الشوكولا هو الاول ومن بعدو الكراميل. دابا صافي ها هي وجدت لينا الكليه ديالنا، غادي نخويها في المول. هي كيف ما شفتو، دابا حنا ضفنا دابا الزبده ودرنا شويه ديال الزيت ودرنا شويه ديال السكر، وغادي نخليوها حتى غتولي شويه تبان لنا بحال ولا تهدير داك الكراميل ديالها، ومن بعد غادي ندفع عليها دوك الحبيبات ديال الكراميل او الحلوه ديال الكراميل،
باش تولينا عاقده لينا ونبقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الطبق ديالنا. كيفما شفتوا دابا ها هو ديك السنيده ولات بحال هكذا، مازال ما ضفتش الكراميل، حاولوا انكم تبقاو تزولوها فوق العافيه شويه شويه. دابا غادي نقص العافيه مزيان وغادي نضيف داك الكراميل ديالي. دابا كما شفتوه انا درت الحلوات ديالي الكراميل، ما غنقطعش الفيديو باش تشوفوهم كيفاش كيذوبوا. علاش غتقولوا لي درت الزيت؟ درت الزيت باش الكراميل ما يلصقش، ونحاول ان داك الكراميل غير يذوب ليا، يلصق مع بعضياته تجيني ديك لاصقه. كاش الزبده والزيت بالنسبه لي كنديروا الكراميل كيجي مزيان. ها هو شفتوا ها هو غادي وكيوجد. حاولوا انكم ما ديروش هذيك الخلاط باش ما يلصقش فيه، حيت هو غير انفا كيبرد كيلصق فيه. انا غنستعين غير بالمعلقه ونحبس نتحرك حتى غادي يوجد ليا. صافي كيف شفتوا هو الكراميل ديالنا ها هو وجد. صافي كما قلت لكم انا كنستعين غير بالمعلقه، وحاولوا انكم ما تحيدوش ايديكم مره. صافي ها هو وجد الكراميل ديالنا كيفما شفتوا. غنطفيو على البوطه وغنمشيو نيشان نحطو فوق الطبق ديالنا او فوق الفشار ديالنا باش باش ملي كيبرد كتجي ملتصقه. دابا كنبداو نديرو هكذا بشويه بشويه بالطريقه هادي. صافي كيما شفتو الكاسرونه راه ما تحرقاتش، بقات داك الكراميل. دابا غادي نحاولو انني نبقى نقلب فيه بشويه بشويه باش يدخل حتى الاخرين، ومني كتبرد ما نعاودش لكم. يا سلام. دابا ها هي كيما شفتوها غادي ندير الكراميل، غادي نخليوها دابا جانبا حتى غادي تبرد، وغادي نمشيو باش نحضروا الفوشار ديال الشوكولا. دابا هذه الثانيه اللي غادي نديرها ديال الشوكولا، حتى هي غنضيف لها غير شويه ديال الزيت كيما شفتوا. الكسرونه سخونه فيها شويه ديال الزيت، نفس الكسرونه كنستعمل فيهم بجوج، كنغسل وكنعاود كنغسل وكنعاود باش هكا ما نديرش عليا كثره اللواني. فها كيما شفتوا دابا ها هو الزيت سخن. عاوتاني غادي ندير كيف العاده، غادي نكثر منها وندير جوج معالق ونص هكذا، نديرها واحد شويه كيفما قلت لكم القياس اللي بغيتو نتوما. صافي كنخليها حتى كتبان ليا المقيعات، عاد كنغطيها وبلا ملحه. دابا ها هو الفقيعات بداو كيبانوا ليا، انا غادي نحبسها كيما شويه كترطق باسكو تقدري وهو الفشار ديالنا الثاني ها هو وجد. دابا غندوزو باش نحضروا الكراميل، عفوا ماشي كراميل، غادي نحضر معكم الشوكولا. دابا الكراميل سالينا ودابا غادي ندير معكم الشوكولا. غنضيفو شويه ديال الزيت، ما كاملش معلقه كبيره، شويه ديال الزيت غنخليه حتى كيسخن، عاد غنضيف الشوكولا. هذاك الشوكولا كاملين بحال هكذا، والعافيه تكون مهيله. صافي غادي نبقى هكا بشويه بشويه حتى غادي يذوبوا ليا. صافي ها هي الشوكولا ديالنا وجدات كما كتشوفوا. ها هي دابا غادي نخويها فوق داك الفوشار ديالي حتى هي تكون سخونه. الفوشار كتوجد دائما هي الاولى. صافي ها هي دابا هكذا حتى هي غادي نديرو ليها نفس القضيه. هذه ماشي مشكل، تخليوها حتى كتبرد، ما تعطيوهاش لوليداتكم وهي سخونه، حيت غادي نتحركوا. نخليوها حتى غتبرد، عاد ان شاء الله غادي نديرو ديال الملوي الاحمر اللي اكيد كيعجب الكبار والصغار. كنمشيو برا واش كنشريو القليه، كنشريو حتى هذيك الحمراء كتعجبني ديك الملونه. فغادي نوريكم اللون ديال القليه. صافي دابا هي غادي نحطها حتى تبرد ونوريكم على الطبق النهائي. غادي نقول لكم المكون الرئيسي ديال هذا الملون هو الحليب كما شفتوا. هذا هو الحليب. غادي ناخذ دابا شويه ديال الزيت غير شويه بحال تقولي معلقه صغيره، وغنضيف عليها دوك معلقه كبيره ديال السنيده حتى هذا غادي تكون حلوه. غنتسناو عليها حتى غتولي كراميل.
ها هي دابا كما شفتوا كيفاش ولات، قلت لكم ضروري تنقصوا بالعافيه. دابا كما شفتوا راه حنا درنا الحليب، حاولوا انكم تحيدوها من فوق العافيه، عاد ديروا الحليب ولا دخلوا الاخر ونكمل هذاك الحليب. شفتوا هي دابا هبطات ديك البخار. دابا غادي نضيف هذاك اللون ديالي، ها هو احمر ديجا وريت لكم، انا خدمت واحد شويه. كيفاش شفتوا دابا؟ شوفوا غير الراس ديال المعلقه اللون، خاصو يكون غير الراس ديال المعلقه. شفتوا ها هو كيبدا كيتحول اللون تدريجيا. ها هي ولات عندي دابا مزيانه. وعلاش درت الكراميل؟ حيت علاش درت عفوا السكر وخليته حتى ولا كراميل، عاد ضفت عليه الحليب من بعد هذا تدريجيا، ما درتش كلشي في مره واحده، لان هذاك السكر هو اللي غادي يعلق لينا هذاك الفوشار او القليه. دابا حنا سالينا منه، غادي ناخذو ندي نخوي فوق هذاك الفوشار ديالي. دابا غادي نخوي هذاك الخليط ديالي فوق هذاك الفوشار او القليه، كاين اللي كيقولوا الفوشار كاين اللي كيقولوا القليه. شوفوا دابا القليه ديالي كيفاش كتهبط لتحت، وغادي نحاول انني نحركها. وما تنساش كما قلت لكم خاصها تبرد، اي حاجه بردات. بعدنا سالينا البنات، هذا هو القلية ديالنا، الشكل ديالها النهائي الحمراء والقهوية وهادية. هنا عندي حتى هي هذيك ديال الكراميل، كما شفتو ها هي ديال الكراميل كتجي بهاد الطريقة هادي. وصيفت انا طبسيط يعني بزائد كبير، صيفتو زوين. هو هذا كيجي الشكل ديالها، كيجي الشكل ديالها بهاد الطريقة، كتجي مقرمشة وزوينه بزاف. ملي كتسمعوا كتجي بهاد الطريقه هادي، كتجي زوينه زوينه بزاف. انا خصيصا كتعجبني بزاف، شحال مره كنديرها. هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا النهائي، كنتمنى انكم تجربوها وديروها لوليداتكم الصغار، لانهم في هاد العطله هادي وهاد الحجر الصحي ضروري ما غادي يبغيو يديروا زعما اي حاجه من الزنقه. وحنا مع الحكم هذا ان حنا كاين في الحجر الصحي وما كنخرجوش، واللي كاع لي بيسخي كيسدوا واحد الوقت معين. فهذا تساهل انك ديريها لوليداتك. وان شاء الله واحد السيده اللي طلبت مني انني نصوب لهم الشيبس ديال الدار، وان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم الشيبس ديال الدار. كنتمنى انها الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللي ما يديرش كومونتير يدير كومونتير في الفيديو، الكومونتير ديالكم كامل كتفرحني. وشكرا على الدعم ديالكم بزاف بزاف. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.